السلام عليكم شبابنا الطيبين بناتنا الحبابات، ورجعنا وياكم بمقطع فيديو جديد اللي هو بالوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة تتضمن موضوعين قواعديات أساسيات. الموضوع الأول اللي هو الأزمنة التامة، مضارع تام بسيط، مضارع تام مستمر، وماضي تام، وعندنا أدوات أو ضمائر الوصل، عبارات الوصل وضمائر الوصل. الآن راح نوضح وياكم زمن المضارع التام بسيط اللي هو بالإنجليش اسمه present perfect simple. مثل ما نعرف أنه present perfect simple هذا زمن المضارع التام البسيط. هذا الزمن نستخدمه للتعبير عن حالة انتهت مؤخر، وغالبا لها أثر أو لها نتيجة. يعني مثلا انه اني يعني تعرضت لحادث وحاليا انا مجبس ايدي، قلوا الحمد لله على السلامة هاي ايدي مجبسة هسا قدامكم. فمن اقول تعرضت لحادث، الحادث يعني اثره لا يزال موجود، هو صحيح حدث ماضي بس اثره شنو لا يزال موجود، معناته الحادث انتهى مؤخرا او حدث مؤخرا. هيجي حالة نستخدم وياها زمن المضارع التام البسيط. يعني لو السنة الماضية انكسرت ايدي اليسرى وما بيها شيء هسا، يعني ما هذا حدث ماضي ما له علاقة بالآن، لكن الحدث إلى علاقة بالآن نستخدم له زمن المضارع التام البسيط. هذا الزمن له قانون، ولكل زمن قانون. قانوننا هنا راح يكون subject فاعل الجملة، بعد الفاعل مباشرة راح يكون عندي إما has or have كأفعال مساعدة، يعني فاعل بعد الفاعل راح يكون أكيدا لو هاز لو هاف، ورا الهاز والهاف راح يكون عندكم تصريف ثالث للفعل ثم تكملة الكلام. بخصوص الفاعل شو وقت يجي ويا هاز شو وقت يجي ويا هاف، كون أني أعرف أنه الآي والوي واليو والذي والاسم الجمع ذولا كلهم ياخذوا لي have، اللي اختصارها يكون دائما ve مسبوق بفارزة. شو بقى عندي من الضمائر اللي هم الهي والشي والات والاسم المفرد، ذولا كلهم ياخذوا لي شنو؟ ياخذوا لي has. شنو اختصار الهاز؟ الهاز اختصارها اس مسبوقه بكوما. اذا الاي والوي واليو والذي والاسم الجمع هاف، والهي والشي والات والاسم المفرد ياخذوا لي هاز. حتى ما تنساهم ويبقون عالقين باذنك، جماعه الهي شي ات اسم مفرد ياخذون هاز، ذولا جماعه الهشت، هي شي ات هشت واسم مفرد خلي اس. دوم ويا من ذولا جماعه الهشت؟ دائما ويا الاس تلقاهم موجودين، والمجموعه الاخرى مجموعه الطشت. اذا هشت وطشت، اللي هي شيء اسم مفرد ذولا ياخذون هاز، والبقيه خلينا نسميهم طشت لانه هواي، فيكون الاي والوي واليو والذي الاسم الجمع راح يكون فعل الجمله المساعد عندنا هاف. نجي هسه مو عرفنا انه الفاعل شو وقت هاز شو وقت هاف، فعل الجملة الرئيسي يكون تصريف ثالث. هذا التصريف الثالث يكون إما قياسي بإضافة إيدي أو شاذ. الشواذي المفروض جنابك تعرف، البقية لا، إضافة إيدي لأي فعل موجود عندي. إذن شو اسم الموضوع مالتنا؟ present perfect simple. شنو قانونه؟ فاعل هيش العفو فاعل has or have وراء تصريف ثالث زائد تكملة الكلام. عرفنا شو وقت هاز وشو وقت هاف، بخصوص التصريف الثالث اتفقنا انه يكون عندي نوعين. مثال انه I see this DVD three times already، نريد هاي الجملة بالpresent perfect. نجي نطبق القانون، شنو نقصها حتى تصير مثل القانون؟ طبعا انا اعرف انه الاي شو نخلي له المفروض؟ نخلي له هاف. هذا الفعل مالت الجملة اللي داخل القوس نريده بصيغة التصريف الثالث،
فش يصير؟ يصير سين وتكمل this DVD three times already. إذن سوينا شباب هنا ال I أخذت half وفعل الجملة حولناه تصريف ثالث. دائما بزمن المضارع التام البسيط تخلي have أو has وتحول فعل الجملة إلى صيغة التصريف الثالث للفعل. لاحظ وياي to the boy drink the juice present perfect simple أريدها هذه. طبعا السبجكت مالتنا هنا من هو the boy، تمام؟ مفرد لو جمع مفرد لأن ما بيأس الجمع، المفرد إيش نأخذ له؟ نأخذ له has. فعل الجملة هذا اللي داخل قوس لازم يصير بصيغة التصريف الثالث drunk the juice. إذن أعيد هنا اتفقنا أنه فاعل الجملة وراء has أو have زائد تصريف ثالث راح يعطيني أمثلة أفعال داخل قوس والمطلوب من عندي تصحيحهم، فأخلي قبلهم لو has لو have. ليش خلينا have؟ لأنه I. ليش خلينا has؟ لأنه عندنا اسم مفرد. فعل الجملة اللي داخل قوس دائما يكون بصيغة التصريف الثالث للفعل، هذا إذا كان فعل الجملة مثبت. عيدوا وياي شو تسوي إذا فعل الجملة مثبت؟ شنو فاعل الجملة؟ ورا الفاعل has أو have، ورا الhas والhav تصريف ثالث للفعل. نجي هسا نسولف على إذا كانت جملتنا نيجاتيف، جملتنا منفية، فكيف راح يكون القانون؟ هو نفس القانون بس نخلي not بعد الhas والhav، بحيث شو يصير عندي؟ يصير عندي subject has or have not وراء فعل الجملة دون تصريف ثالث. مو لأنه أكو not راحت التصريف الثالث، لا لا لا، موجود دائما. فراح تلقى فعل داخل قوس موجود ويا كلمة not، موجود ويا كلمة not. إذا رأسا نطبق صيغة النفي، صيغة النفي بيا زمن بزمن المضارع التام البسيط. شنو فاعل الجملة؟ شي. الشي بالمضارع التام ايش ياخذ؟ has لو have؟ ياخذ has. شو تخلي لي؟ not. ورا النوت هذا الفعل لازم نسوي بيا زمن او بيا صيغة؟ بصيغة التصريف الثالث a letter to me. اذا هنا أنا she has not sent a letter to me. اذا هنا أنا فقط خلينا has not، has not والفعل حولناه للتصريف الثالث. لاحظ وياي I not arrive yet. I subject هذا ياخذ، ياخذ have. النوت دائما بعد الفعل المساعد تكون. هاي النوت بعد الفعل المساعد. فعل الجملة الرئيسي قياسي هنا ايش ضفنا له؟ ضفنا له دي فقط وتكمل ما تبقى من الكلام. اذا بالنفي شو تسوي؟ مو نخلي هاز وهاف، لازم وراهم نوت لان نفي، مطلوب نفي. فهاز نوت او هاف نوت. هافنت ماكو مشكله، هازنت ماكو مشكله. ودائما حتى لو بالنفي فعل الجمله مالتنا راح يكون بصيغه التصريف الثالث للفعل، تصريف ثالث للفعل. هسه اذا مثبت فاعل هاز وهاف وتصريف ثالث، اذا منفي فاعل هاز وهاف نوت تصريف ثالث تكمله الكلام. هاي الصيغة رقم اثنين. ننتقل للصيغة رقم ثلاثة اللي هي صيغة السؤال. السؤال نوعين مثل ما تعرفون، اكو سؤال عندنا يبدأ بأداة على اعتبار الأداة مالتنا راح تكون شنو عندي؟ راح تكون عندي اما كلمة تبدأ بـ WH او المقطع شنو؟ او المقطع هو، تمام؟ تمام. اذا هاي الاداة دائما بعدها راح يكون عندي شنو؟ has او have حسب السبجكت، لان مو بكيفي. فشنو يكون السبجكت عندنا؟ نخلي له has او have. نكتبه للسبجكت وفعل الجملة مثل ما اتفقنا تصريف ثالث اما قياسي او شاذ. فمن اجل هذا المثال how long هي اداة الاستفهام. you live here، فراح ننزل الاداة نقول how long، هذه how long مالتهم. نخلي هاز لو هاف وراها على اساس السبجكت، هذا فاعل الجمله، تمام؟ لانه يو لازم نخلي هاف. نكتب اليو، تمام؟ فعل الجمله اللي هو ليف ايش راح يصير؟ ليفد هي. ونكمل الكلام للاخير. اذا سوينا شباب هنا
نزلنا الأداة خلينا هاف لأنه يو فعل الجملة الرئيسي حولناه إلى صيغة التصريف الثالث. لاحظ وياي النقطة 2 where ننزلها للأداة. عندك يو لازم هاف وتكتب اليو وفعل الجملة اللي موجود عندنا يصير بصيغة التصريف الثالث. إذن لازم الأداة، لازم هاز وهاف، لازم ورا الهاز والهاف الفاعل. هسا الفاعل هي شي ات اسم مفرد نقول لهم هاز، هنا اي وي يو ذي اسم جمع نقول لهم هاف. ننزل للفاعل ونحول فعل الجملة اللي موجود عندنا إلى صيغة التصريف الثالث. هذا النوع الأول من الأسئلة. لاحظ وياي نروح للنوع الثاني من الأسئلة وهو السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد، يعني ما بدأ بأداة، يعني ما لقيت مثل how long ولا لقيت مثل where. جملة بادية بفاعل you be you come، تمام؟ فراح تجي هنا لازم تسوي سؤال بدون أداة. على أي أساس؟ على أساس هذا القانون، لازم تقدم بالبداية have or has. كذلك الhas والhas يعتمدون على السبجكت، يعني ايش موجود هنا نخلي، تمام؟ وننزل للسبجكت فعل الجملة نخليه تصريف ثالث إما قياس مثل ما اتفقنا أو يكون شاذ. فراح تجي تنزل، شو تنزل المفروض؟ المفروض تنزل هاف، بعد تنزل اليو، بعد فعل الجملة راح يكون بصيغة التصريف الثالث to Italy وتكمل الكلام للأخير وتنهي بيش بعلامة استفهام. فش سوينا هسه هنا؟ ليش خلينا هاف؟ احكي ليش خلينا هاف؟ لانه يو هاي اليو كتبناه والفعل سويناه تصريف ثالث. ليش عم تصريف ثالث؟ لانه بالقانون الاسلام، تمام؟ راح نجي للمثال الاخر، كذلك عندنا يو فراح نخلي شنو هنا؟ هاف يو كامب. هذا الكامب راح شو يصير هنا عندنا؟ اكيد قياسي نضيف عليه ايدي اون ذا وتكمل للاخير وتنهي لي علامة الاستفهام اللي موجودة عندي. فهذا بخصوص زمن المضارع التام البسيط. أعزائي أكو صورة راح أخلي لكم إياها إنه بعض الأسئلة على زمن المضارع التام البسيط، واضح؟ فالمفروض إنه تحل لنا إياهن، تمام؟ وأني أدز لك يعني توقف المقطع الفيديو تحل النقاط وشوف الجواب مالتهن بالصورة اللي بعدها مباشرة. فتنتبه وياي هسا على الظروف المستخدمة مع زمن المضارع التام البسيط. الظرف الأول اللي موجود عندي هو ever. هذا الظرف معناته من قبل، تمام؟ يعني دائما نستخدمه للسؤال عن تجربتنا الحياتية، انه مثلا انت مسافر من قبل، رايح المكان من قبل، مسوي هاي الشغلة قبل، فأقصد هيك ترتيب. دائما هذا الظرف الموجود دائما جملته تكون استفهامية، يجب أن تكون الجملة استفهامية وإلى موقع بالجملة وهو قبل التصريف الثالث للفعل. يعني بهذا القانون مو عندنا هاز وهاف، مو فاعل، أبا. هذا الظرف شوف قبل التصريف الثالث وشوف الجملة شبيهة جملة استفهامية بعد بفعل مساعد ومنتهي بعلامة استفهام. موقع أفر دائما تكون مع من؟ قبل التصريف الثالث للفعل. لاحظ لي هذا المثال اللي موجود على الصبورة. Have you ever eaten octopus? Have هذا هنا المساعد وراء السبجكت اللي هو you. شوف هنا ever قبل من اجتني؟ اجتني قبل التصريف الثالث لفعل الجملة. كذلك has Mona ever been to Italy؟ طبعا has مساعد ومنا subject. شوف هنا ever أدنى اجت قبل من؟ اجت قبل التصريف الثالث لفعل الجملة. كصيغ اختبارية محتملة على هذا الظرف شنو تكون ترتيبها؟ ممكن اختيارات، يعني have you ever or never. اولا جملة استفهامية بادية بفعل مساعد منتهية بعلامة استفهام، اكيدا الظرف اللي راح نستخدمه هو ever. ليش؟ لانه مع السؤال وقبل التصريف الثالث. للجواب you ever sleep under the stars in the desert. طبعا هنا أنا مطلوب correct صحح، لانه ever موجودة فالمفروض انه مضارع تام. هسا قال لي مضارع تام، تمام، قال لي فقط صحح ما عندي مشكلة،
بس المفروض أنا أسوي الجملة بيا صيغة بصيغة سؤال، تمام؟ لأنه أصلاً الأمر ويا السؤال والجملة منتهي بعلامة استفهام، فيجب أن أقدم الفعل المساعد في بداية الكلام. لأنه يو فهاف، وأكتب اليو وأنزل الأفا، وهذا الفعل اللي هو sleep راح يصير slept. Have you ever slept under the stars in the desert؟ فنخلي هاف بالبداية، ننزل الفاعل ever نكتبها، فعل الجملة دائما يكون بصيغة التصريف الثالث للفعل. شنو معناته؟ من قبل، ويا من يستخدم مع السؤال، وين موقعه؟ قبل التصريف الثالث للفعل. هذا الظرف الأول. انتقل للظرف الثاني وهو never، مطلقا أبدا، يعني شغلة ما نسويها أبدا بحياتي، مطلقا ما مسافر مثلا، خلي نقول لي إيطاليا أبدا، ما ماكل خلي نقول مثلا السمك أبدا، مطلقا ما مسوي هاي المسألة. فهنا هذه دائما تكون هم نفس الترتيب، هم قبل التصريف الثالث، لكن تستخدم مع الجملة شكلا مثبتة. من دخلت never عليها نفتها، انطتني معنى النفي، تمام؟ يعني من دخلت على الجملة ترى نفتها. فبالقانون subject has or have never، شوف هنا أنا قبل التصريف الثالث. لاحظ كمثال توضيحي، I have never traveled abroad، لم أسافر خارج البلد أصلا مطلقا. فهنا أنا subject، شوف هنا أنا عندنا شنو؟ مساعد. شوف never قبل من؟ قبل التصريف الثالث لفعل الجملة. هذا بخصوص انه موقعها. She has never eaten شنو؟ fish. باوع subject، هذا مساعد، never موجودة عندنا، وبالنسبة لـ eaten هو التصريف الثالث لفعل الجملة زائد التكملة. اذا مع يا جملة يستخدم مع الجملة المثبتة حتى ينفيها، وموقع قبل التصريف الثالث. لاحظ وياي الامثلة المحتملة كصيغة اختبارية، They have never ever been to France، طبعا لأنه فاعل ونيفر وجملة مثبتة، أكيدا نأخذ وياها شنو؟ نيفر، مثل ما قلنا اللي موقعها وين؟ قبل التصريف الثالث. ليش ما قلنا ever؟ إيه أحكي ليش مو ever؟ لأنه ويا السؤال ever، وهاي الجملة مو سؤال حتى نقول عليها ever. سؤال never play tennis، هاي الجملة بدها present perfect، شنو ناقصها؟ نجي ننزل الاسم سعاد، has ورا الhas never، فعل الجملة دائما بصيغة التشريب الثالث للفعل. فهذا سوينا انه هنا never مع الجملة المثبتة حتى تنفيها قبل التصريف الثالث، والever مع الجملة الاستفهامية وكذلك قبل التصريف الثالث. شوف للظرف الثالث اللي هو just، هذا just معناته من قبل، نستخدمه مع الأمور المتوقعين حدوثها، وين يكون موقعه؟ دون قبل التصريف الثالث، لكن جملته لو سؤال لو جملة مثبتة، لو سؤال لو شنو؟ لو جملة مثبتة. يعني مثلا هذه دائما نستخدمها مع الأمر المتوقعين حدوثه، أنا استوني وصلت، يعني متوقعين أنه أنا استوني أوصل، تمام؟ استوني أكلت، استوني خلصت، فهنا أنا قبل قليل معناتها، أو استوني نحن نقول عليها كصيغة اختبارية متفقين مع السؤال ومع الجملة الخبرية، خبرية فاعل has or have just قبل التصريف الثالث. إذا سؤال has or have بالبداية، فاعل just هم قبل التصريف الثالث، إذا موقعها لو جملة مثبتة خبرية، لو جملة شنو؟ لو جملة استفهامية. شوف الصيغ اللي متوقعة على هذا الموضوع، You look nice، شوف هاي العبارة You look nice، هذه دائما دلالة just، وين ما تلقاها انه تخلي ببالك مضارع تام، وترى عندنا just جاي نتكلم عن just. حتى بعد اكو بادية اخرى تستخدم انه I'm tired، هيجي بادئات ذني دوم الجست يكونا. فهنا you look nice، have you، شوف الهاف مساعد، you subject، just قبل من؟ قبل التصريف الثالث. جملتنا اذا تلاحظ وياي جملة استفهامية، اذا وين كان موقع للجست؟
قبل التصريف الثالث وفي الجملة السؤال في الجملة الاستفهامية. لاحظ تو I have just arrived subject عندنا have وراء مباشرة just قبل من قبل التصريف الثالث للجملة الخبرية. شبيه الجملة جملة خبرية هنا أنا موجودة عندنا. هذا بخصوص النقطتين أو النقطتين. شوف للصيغة الاختبارية الصيغ اللي يجي بها هذا just مرة يجينا بقوس واختيارات. لاحظ 3 My friend just invited me to his graduation party. هاي الجملة مطلوب تصحيحها لأنه just موجودة إذن راح تكون زمن الجملة مضارع تام بسيط. بس عينك وياي هاي الجملة راح نحلها هنا على مود المجال. راح أجي أنزل أقول my friend. My friend مفرد لو جمع مفرد فش راح نخلي له has. ش نكتب just ورا just الفعل الموجود داخل القوس المفروض يصير بيا صيغة بصيغة التصريف الثالث me to his graduation party. إذا مطلوب من عندي تصحيح فعل اعتمدت على just وسويت الجملة مضارع تام. المضارع تام العفو مو سؤال جملة خبرية هذه مو جملة استفهامية بادئة بفاعل فمشيتها أنه على أساس هي جملة خبرية يعني جملة مثبتة. واضح؟ لاحظ وياي 4 You look nice. شو اتفقنا قبل شوية على You look nice دلالة من؟ دلالة just. إذن تروح وانت مغمض قبل لا تقرأ حتى الجملة تأخذ لنا تأخذ لنا just. ليش عم رحنا على just؟ سالم وانت قلت لنا You look nice و I'm tired من أشوف أنا أعتبر دلالة الجملة just. أكيد بخصوص yet ما يصير لأن تجي بالنهاية وبخصوص already كذلك ما يصير لأنه عندنا دلالة من دلالات just. هذا بخصوص ذني الظروف الثلاثة فانتبه وياي على الظرف رقم 4 تمام. انتبه وياي على الظرف الرابع اللي هو already معناته مسبقا. هذا الظرف دائما نستخدمه مع الجملة المثبتة بس إلى مكانين. المكان الأول الثابت والأساسي والرئيسي واللي غالبا ما نلقاه أنه قبل التصريف الثالث للفعل يعني هنا يعني هذا التصريف الثالث وهنا المكان أو ممكن في نهاية الجملة. هو بس مثال واحد بنهاية الجملة بس أنت راح تمشي قبل التصريف الثالث. هذا الظرف إذا كمعنى حتى نعرف شنو معناته نستخدمه مع الأمور الغير متوقعة يعني هسا مثلا أبوك يقول لك قوم اغسل لي السيارة أو أمك تقول لك قومي رتبي لي المطبخ فما متوقعين من عندكم أنتم غاسلين السيارة أو مرتبين المطبخ تمام وأنتم تقولون مرتبي غاسليها للسيارة إحنا سابقا يعني ما متوقعين حدوث هذا الأمر من عندكم. لاحظ وياي نمبر 1 I هذا السبجكت مالت الجملة مالتنا فعل المساعد have already اللي قبل من إجاني قبل التصريف الثالث للفعل زائد تكملة الكلام I have already started studying بدأت بالدراسة مسبقا بس احنا ما متوقعين من هذا الشخص انه هو يبدي الدراسة. هذا أمر 2 We have الوي subject عندنا have الأوكزيلري وهنا عندنا التصريف الثالث tennis already. هذا المثال اللي هو كان football three times already لكن هذا مثال قريب عليه انه وين موقع الـ already في نهاية الكلام جملة مثبتة والجملة اللي قبلها مثبتة. انتبه وياي I already see that fill من فاعل الجملة I شو ياخذ؟ ياخذ have. نكتب الـ already اللي هي قبل التصريف الثالث وفعل الجملة see ايش راح يصير؟ seeing ذات نكمل الكلام كله للأخير. لاحظ وياي هي اللي هي شياخذ بالpresent perfect ياخذ has وراح تكتب لي already وبالنسبة للفعل lose راح يصير lost ذا وتكمل الكلام. فش سوينا هنا فقط إذا كان عندنا نقص has or have نكتبهم ونحول الفعل للتصريف الثالث وكلمة already دائما تكون قبل التصريف الثالث للفعل. هذا بالنسبة لـ 4 انتقل وياك للظرف 5 اللي هو yet لحد الآن
الظرف اللي يكون دائما في نهاية الكلام، دائما في نهاية جملتنا، لكن الجملة ممكن منفية تمام أو استفهامية، لو منفية لو استفهامية فموقع في نهاية الجملة المنفية أو في نهاية الجملة الاستفهامية، لكن هو بالأخير. لاحظ وياي Susan get married yet، الجملة ليش منتهية بنقطة؟ فعل واحدة داخل قوس، إذن جملة منفية، فننزل السوزن تمام ونقول hasn't، والفعل get ايش راح يصير؟ got married yet. طبعا hasn't got، hasn't got، اذا هنا سوينا خلينا hasn't قبل القوس، فعل الجملة حولنا الى صيغة التصريف الثالث وكملنا. لازم ننفي لانه الجملة خبرية مو استفهامية. لاحظ هنا بيش منتهي، والفاعل والفعل بالقوس بالجملة الخبرية، بس الفعل داخل قوس. هسا اذا قالوا لي اكو نوت موجودة بعد سهلة علينا تمام. لاحظ وياي هنا أنا لازم اكون سؤال، ايش اقول بالبداية؟ has، لانه عندي Susan والفعل get يصير got married yet، فهنا أنا بالنسبة لي yet دائما موقعها في نهاية الجملة لو منفية إذا نقطة، ممكن تلقون not ممكن لا، وإذا استفهامية نكون سؤال على هذا الظرف اللي هو الظرف الخامس. طبعا أنا راح أعطيكم أمثلة وزارية كثيرة يعني ويا هذا الفيديو بنهايته مع حلولها إذا الله راد. ننتقل وياك على دلالتين موجودات عندنا مع زمن المضارع التام البسيط. الظرف الأول so far اللي معناته لحد الآن، هذا الظرف نستخدم زمن مضارع تام بسيط إذا لقيناه. I covered 10 chapters so far. So far موجود، إذن يا زمن، زمن مضارع تام، وش راح أقول؟ فراح تجي I تأخذ، تأخذ هذا، هذا الفعل أي فعل ما تعرفون تضيفون عليه إيدي بتكيفون، بلكي الله يطلع قياس يعني هو مو جوز شاذ الفعل. ها فنكمل 10 chapters so far، إذن إذا لقينا so far المفروض هنا الزمن مالت الجملة يكون بيا زمن مضارع تام بسيط. آخر دلالة موجودة مع هذا الزمن هي مفردة look، إنه انظر. هذه اللوك اللي موجودة عندنا من تلقاها كذلك لازم يكون زمن جملتك present perfect simple ثابتة. وعندنا مثال بيها اللي هو هذا look تمام، look somebody drop their wallet on the pavement. طبعا there لأنه ما نعرف هذا somebody رجال مرأي ما ندري، فلذلك there wallet on the pavement. إذن هذا الفعل مالت الجملة لازم يكون مضارع تام بسيط. صححوا لهذا الفعل لأنه قبل somebody نعتبره ضمير مفرد، فراح نخلي شنو؟ راح نخلي has، وبالنسبة للفعل drop راح يصير dropped. ها ايش سوينا؟ خلينا has وفعل الجملة drop صار dropped. بخصوص انه مثلا هسه الطالب يسأل يقول استاذ هذا نحن قلنا مثبتة ونذر هم مثبتة، يعني اني مثلا قالوا لي تعال اختار، هذا مستحيل يصير انه ذن اثنيناتهن سوية، ما يصير لانه اثنيناتهن صحيحات. اني او هو ابد ما نضيع خلينا نقول تليفون الجديد او اي تليفون، او هو اضاعه مسبقا، فالمعنى يصير من اثنيناتهن، فمستحيل تلقون جملة سؤال اثنيناتهن او جملة يعني خبرية تلقون بها already او تلقون بها never. يعني احنا مو هسه اتفقنا كان عندنا مع المثبتة اذا تلاحظ هنا مع السؤال مع النفي، كلمة ever مع السؤال، كلمة never مع المثبتة، بهيجي حالة ترى ميجن اللي يجن ويا السؤال ميجن سوا، اللي يجن ويا الجملة الخبرية ميجن سوا. واضح؟ هذا بخصوص زمن المضارع التام البسيط.
وانتظرونا بفيديو لاحق بإذن الله تعالى.